طيب استاذ عصام، برضو لقطه مهمه جدا ناس كتير اتكلمت عنها، لقطه كيروش لما مسك محمد صلاح وهو نزل بعد نهايه الشوط الاول. كان فيها كوميكس لطيف لا فيها كوميكس كتيره جدا، لكن انا الحقيقه بشوف ان محمد نجم كبير جدا، مش طبعًا. انا لوحدي، مصر كلها، العالم كله الحقيقه بيشوف ان محمد نجم كبير جدا، وهو اداؤه هو ترمومتر منتخبنا الوطني باي طريقه بقى طبعًا. يعني انا بشوف ان له دور كبير جدا جدا في مكسبنا مباراتين ليبيا، لا هو اللي خلص التعادل في المباراه طبعا، وجهه نظر حتى لو كان بعيد عن المستوى، لكن انا بشوف ان الناس كلها بتروح لمحمد وبيسيبوا الباقي، فبالتالي وله دور كبير جدا في الملعب، وهما تمريرتين بهدفين يعني بالظبط كده، وهو ايه المطلوب منه غير كده. لكن في النهايه اللقطه دي عملت لغط شويه من وجهه نظرك. هل بتشوف ان محمد بيكون له دور؟ انا بشوف عقليته الاحترافيه بتكون بعيده جدا عن هذا الامر. لا طبعا، هو اللي الناس برضو مش واخده بالها منه انه كابتن التيم يمكن من 30 سنه بره مصر، يعني في اوروبا تحديدا وشويه تركيا برضو. كابتن التيم ليه دور بالفعل مع المدير الفني، يعني مزبوط. مع الطاقم يعني ده ممكن يجي له على الخط يقول له يا كوتش عندنا مشكله كذا كذا، الرجل ياخذ بها او لا ياخذ يعني. انما في الاخر اللقطات دي برضو اتكررت مع يورجن، شفناها احيانا ياخذ لعيبه وهو خارج، جوارديولا طبطب على لعيبته يا مغلوبه 2-0 واستناهم. لا يعني ايه، اولا الراجل بتاعه ما يقعش منه، ثانيا هو عنده احساس برضه ان صلاح مش عامل احسن حاجه. يعني كيروش شايف انه الناس برضه نفسها، خلينا نقولها بصراحه، نفسها تشوف صلاح زي ماني وزي غيره من النجوم، اما بيروح مع منتخب بلده بيعمل تاكلينج ويقع محمود ولا مش لازم يغامر يعني مش المغامره يعني. معناها يعني ايه، وكم شوط على الجون ومش عارف ايه، ويخبط ويتخبط فيه وحاجات كده. فربما هو برضه بيقول له لا احنا كويسين، وشد اللعيبه شويه يعني في حوار اكيد. لا احنا فاهمين، ولكن انا الحقيقه لغط كتير جدا. انما اللغط طبعا كبير جدا، على غرار ان هو بيقول له يعني انا مضطر ولا محمد صلاح مهنيته وحياته لا تسمح لي بكده. عبد الله يا اخويا سماح، يعني ان انا اطلع عبد الله يعني، لا يعني برضه الاحترافيه صلاح ولا كيروش يعني، ولا دي طريقه للاداء بين اخواتنا واولادنا لعيبه مصر يعني. ما ينفعش الناس توصلها للحاله دي يعني. بالظبط كده الحقيقه، هو ده اللي انا بطلبه يعني. طبعا يا كابتن مستحيل، وانت راجل عارف يعني، ممكن اللعيبه كلها يعني يا جماعه ما تبقى الصحاب، لكن في حد ادنى من علاقتهم ببعض، لعيبه المنتخبات طبعًا. في كل الانديه كده، وكابتن اسلام يعني طبعًا. اكد طبعًا. او ينفي لو لا انا بقول حاجه غلط يعني. انما في الاخر لا، دي كتيبه محترفين وزملاء وحاجات كده، ويتمنوا لبعض وليهم مع بعض الانتصار واشياء اخرى يعني. انما الراجل بكره انا متصور ان هو هيسيب اللعيبه تلعب يعني. انا اعتقد بكره مش هتكلم في الكوره كتير، هي هتنتهي وتبدا عند التحفيظ، لانه في الشريحه دي انا عاجبني قوي الاهتمام بالتفاصيل يعني. هو راح اكنه اجنبي اول ما وصل، انه يروح يشوف ملعب المباراه يعني، راح داس برج العرب وبص على الملعب وحاجات زي كده، مهتم بالتفاصيل قوي. فاكيد ده يعمل الحاجات اللي بنتمناها يعني، اللي هي بعد تكتيك ومحفظ لعيبتك بتقول لهم انجوي فوتبول، اللي هو الفرجه بقى، انهم يفرجوا الناس. ما هي الكره في الاخر لازم يبقى فيها بقى البهجه والمتعه واشياء من هذا القبيل، وبيدي فرصه للي بيقول انا في المنتخب او انا عايز العب، يلا يا عم فرصتك يعني، من غير ما طبعا ما بيقولوش الجمل دي وحضرتك عارف يعني. انما بتبقى دي الرساله من الكوتش اللي لعبته، اللي هم يعني مش اللي بيبداوا دايما ك 11 اول، انما بيقول له يلا يا عم طير انت وريني بقى تعمل ايه. اعتقد ده اللي احنا متعشمين فيه. ايه اللي هنشوفه بقى، خلينا نستنى وما نبكرش بالكلام ده يعني.